نستعرض معاكم بقى موقف الفريقين عامل ازاي حتى هذه اللحظه. نادي الداخليه في موقف صعب، ده طبعا في جدول الترتيب حتى هذه اللحظه مع 19 نقطه في المركز الاخير من 28 مباراه، متبقي له 6 مباريات، محتاج يكسب منهم على الاقل 4 مباريات، ممكن كمان يكونوا غير كافيين في بقاء الفريق. يعني لما اتكلمت على بلديه المحله قلت محتاج 4 مباريات علشان يضمن بقائه. فريق الداخليه موقفه اصعب كمان، يعني ممكن يكون اعلان لاقتراب الفريق من الهبوط من مسابقه الدوري المصري الممتاز او دوري المحترفين الموسم ده لو ما لحقش نفسه سريعا. طب على الجانب الاخر النادي الاهلي عنده دوافع كبيره جدا في البطوله، اهمها طبعا ان هو يحافظ على لقبه اللي فاز بيه العام اللي فات، معاه 51 نقطه في المركز الثاني من 21 مباراه، متبقي له 13 مباراه، ومستر مارسيل كولر مدرب الفريق عارف كويس جدا انه فقدان اي نقطه حتى لو بالتعادل مش في الصالح تماما في المرحله اللي جايه، ده هيكون صعب او بيصعب المهمه على النادي الاهلي، معناها احتماليه فقدان للقب الدوري، لان المنافس المباشر نادي بيراميدز واللي شفناه بيتحرك بسرعه كده ايه وفي الخفه خلال الوقت اللي فات كله من بدايه الدوري عمال يتحرك بيتسحب زي ما بنقول لحد ما وصل لمكانه جيده جدا يمكن ان هو يقدر ينافس بيها على ان هو يتوج بلقب الدوري المصري الممتاز الموسم ده بمنتهى الاريحيه منتهى الهدوء، لانه ده كان هدفه من بدايه المسابقه ان هو يتوج باللقب. لو بيراميدز فضل محافظ على مكانته والنادي الاهلي فرط في الفوز او عدد النقاط سواء اذا كانت نقطه واحده ما قدرش ان هو يحصل على الثلاث نقاط من اي مباراه من المباريات القادمه، ده بالتاكيد هياثر او هيزود المنافسه ويشعل المنافسه اكتر ما بينه وما بين المنافس المباشر نادي بيراميدز اللي شرس جدا وعنده طموحات كبيره جدا في المنافسه والفوز بلقب الدوري وماشي بشكل اكتر من رائع في اخر 13 مباراه فاز طبعا بيهم كلهم على التوالي. النادي الاهلي استغل الدفعه القويه طبعا في الفتره الاخيره، فاز في اخر 10 مباريات على التوالي، وعلى الورق فرصه النادي الاهلي كبيره جدا طبعا في الفوز، لكن ضغط المباريات ممكن يخلي في صعوبه في المكسب، خصوصا انه الداخليه مع مدربه ايضا كابتن عيد مرازيق ما عندوش اي خيار تاني غير ان هو يكسب او على الاقل يتعادل علشان يقدر يكمل في مسابقه دوري العالم. فيما يخص قائمة النادي الأهلي اللي هتخوض مباراة اليوم، بيواصل مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق استبعاد محمود كهربا من القائمة. بتضم القائمة كل من في حراسة المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي. الدفاع كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني، رامي ربيع، عمر كمال عبد الواحد، وخالد عبد الفتاح. أما عن خط الوسط فإمام عاشور، أليو ديانج، حسين الشحات، كريم ندفد، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، محمد الضوي كريستو، وعمر السولية. وفي خط الهجوم وسام أبو علي. شهدت القائمة غياب كل من حمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود كهربا وكريم الدبيس ورضا سليم وكوكا ومتولي لأسباب فنية، طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق للإيقاف وبيرسي تاو للإصابة.